خلوني أترك حضراتكم مع هذا التقرير اللي بيتكلم عن التعاون اللي حصل ما بين شركتي اتصالات مصر للتكنولوجيا ودبي للاستثمارات لعمل مشروع جديد ومختلف في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. أثمرت فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالتعاون المشترك بين شركتي دبي العقارية وشركة اتصالات مصر لتقديم أحدث التقنيات الذكية بمشروعات شركة دبي العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح أول شركة عقارية تقوم بمثل هذه الخطوات داخل العاصمة. شركة اتصالات مصر فخورة أنها بتقدم كافة الحلول التكنولوجية، سواء التريبل بلاي، الواي فاي، أنظمة المراقبة، الأنظمة الترفيهية. العميل بيخش بيلاقي كل الخدمات اللي هو عايزها موجودة من غير ما يحس بقد إيه في شغل اتعمل ورا الكلام ده علشان يوفر طريقة الإدارة الذكية دي والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا لإدارة المشروع. اتصالات لشركة دبي في مشروعاتها تبتدي من عند البيزكس أساساً، فكرة تقديم الإنترنت بسرعة فائقة بتغطية كاملة لجميع المشروعات، الانتجريشن ما بين كل السمارت سوليوشنز الخاصة بالمباني من موبايل ابليكيشنز، من فيس ريكوجنيشن للكاميرات عشان الامان والامن بتاع المباني، للحلول التجارية المختلفة اللي بنحاول نستوردها من تقنيات كبيرة جدا حصلت عالميا زي الريتيل والشوبينج اكسبيرينس الموجودة في المباني التجارية الخاصة بشركة دبي. طبعاً التعاون ده احنا سعداء بيه جداً لان احنا بنسعى له بقالنا فترة، فكرنا كويس قوي عندنا في الشركة ازاي ممكن نقدم تجربة جديدة تتقدم في العاصمة الإدارية. شفنا ان رؤية الدولة هي رايحة في الحتة دي، رايحة في المدينة المستقبلية، التكنولوجيا هي الطابع الرئيسي الموجودة في المدينة، فحاولنا نحط اللينك ما بين المشاريع بتاعتنا والتكنولوجي. كانت اتصالات هي الإجابة الأفضل والأحسن لينا لأن احنا شفنا خبرتهم الكبيرة في الوطن العربي وفي مصر بشكل على الأرض، شفنا المشاريع بتاعتهم قوية جدا. حلول تكنولوجية بطريقة ذكية توفر للمقيمين والزوار تجربة سلسة بدون تعقيدات، هذه هي الرؤية التي سعت شركة دبي العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة إليها، فكانت شركة اتصالات هي المنفذ لهذه التجربة. بقالنا فترة اشتغلنا على الموضوع ده حوالي من 4 شهور. اخترنا شركة اتصالات لأن شركة اتصالات تعتبر هي الأكبر بالنسبة للشركات التكنولوجي. اتصالات دايما كشركة متطورة جدا، يعني هي دايما سابقة بخطوة، ده أنا عشته. يعني أنا شفت الفايبر أوبتكس في اتصالات 2007 2008 تقريبا، حاجة زي كده في الإمارات، كان حاجة الواحد مش عارف يعني فايبر أوبتكس أصلا، شفتها وكانت جوه بيتي، فده من زمان قوي. فهي دايما سابقة بخطوة أو اتنين قبل ما الدنيا كلها تسمع عنها. فلما تيجي النهاردة تيجي تقولي ليتست تكنولوجي هتبقى في مبنى أنا شخصيا استثمرت في المبنى ده، أنا مبسوط. بأعلى المعايير التي لا تقل جودة عن أحدث المدن التكنولوجية في العالم، تسعى الشركات العقارية والتكنولوجية لتقديم رؤية مبتكرة على مستوى عالمي في العاصمة الإدارية الجديدة، أول مدينة تكنولوجية متكاملة في مصر.